قصة رجلان كفيفان ما بيشوفوش وهم أصحاب. يوم من الأيام كانوا قاعدين على طريق وهم عارفين إن الطريق ده بتعدي من عليه زوجة ملك مراته يعني، وعارفين كويس أوي إنها كريمة بتكرم كل الناس. واحد منهم قال اللهم ارزقني من فضلك، أما التاني قال اللهم ارزقني من فضل زوجة الملك. فسمعته جات للأول اللي بيقول اللهم ارزقني من فضل الله، اداته دينارين 2 جنيه مثلا. اما التاني اللي قال اللهم ارزقني من فضل الملكة ادت له دجاجة فرخة مشوية وفي داخل الفرخة 10 دنانير يعني 10 جنيه. عمل ايه الراجل صاحب الفرخة؟ باعها لصاحبه بال2 جنيه اللي ادتهم له مرات الملك وهو ما يعرفش ان جواها 10 جنيه. وفضل على الحال ده 10 ايام. بعدين جت مرات الملك وسألته ايه رأيك اختنيت ولا لسه؟ قال لها مش فاهم سؤالك. قالت له 10 ايام اعطيك فرخة وجواها 10 جنيه يعني دلوقتي معاك 100 جنيه. قال لها اصلا ببيعها لصاحبه ب2 جنيه. فضحكت وقالت له لان صاحبك طلب من فضل الله فاعطاه الله. الفايدة بقى من القصة دي ايه؟ من اعتمد على الله سبحانه وتعالى اغناه الله. فدايما يا احلى متابعين نعتمد على الله في كل حاجة، واتمنى يا رب لكم جميعا التوفيق.